بطنها. روح القدس، روح القدس، روح القدس، روح القدس، روح القدس على كل جسدك، على كل جسدك نار، 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 روح القدس. هم ما كانوش مشغلين اصلا، بعد الوعظة. باسم يسوع المسيح نار، نار. لا بركه دي انا ما صبر. نار. لا بركه انا مو صبر هنا كندا. مين انت؟
هللويا هللويا. هللويا هللويا. كاميرات الوقت دي كلها مش شغالة واحدة بس. هللويا. الأجهزة دي ما تاكل أكل في البطارية. مش عارف ده هللويا. السلك نفسه. هللويا.
ايوه اقعدوا. Is
يلمسه يخرج بره القاعة وانت قاعد في مكانك. اللي هلمسه ما يوقفش يتفرج، تقوم بسرعة وتتحرك بنظام وبهدوء عشان البركة تثبت فيك. امين. هتقولي ده انا بقيدك، انزل على الارض، انزل على الارض، ظهرك على الارض، مسامير في ايدك ورجلك باسم يسوع. ملائكة الرب اربطه، سيبه سيبه، هو مربوط، هو مربوط، سيبه ومربوط. يلا اللي يتحرك واطلع من هنا، وسعوا السكة كده، الباب اهو، الباب اهو. يلا باسمي، خد هنا، انت اللي بتعمل كده، انت اللي بتعمل كده، انت اللي بتعمل كده باسم يسوع المسيح. لو دي شياطين انا بأمرها تيجي هنا، سيبه. لو دي شياطين انا بأمرها تيجي هنا باسم يسوع المسيح. على هنا وظهرك على الارض باسم يسوع المسيح، ظهرك على الارض. عد لحد ثلاثة، ظهرك على الأرض، واحد، اثنين، ثلاثة. يلا اللي ألمسه على طول يخرج بره القاعة. أمين. للمسه يتحرك بهدوء، بهدوء من غير دوشة. مش لازم اللي يقوم يا جماعة يتكلم، الصوت رجع ولا لا؟ اللي بيتكلم، اللي بيتكلم، لو سمحت ما تحزنش روح الله، ما تحزنش روح الله. اللي فوق، اللي فوق، انا مش عايز حد فوق، اللي فوق مش عايز حد فوق. وقف خادم، نع اي حد هي لمسة واحدة. عشان مايك. لما سمينا يتحرك لمسة واحدة، هي لمسة واحدة، الصلاة لمسة واحدة، فيلم أنا حضرت عليها. طب خلاص أنا صلت لها، صلت لها، صلت لها، صلت لها. اطلب من المسيح مش مني، مش أنا اللي بشفي، مش أنا اللي بشفي. باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح.
اسم يسوع المسيح نار الروح القدس نار. اسم يسوع اسم يسوع المسيح الناصري. مين انت؟ مين انت؟ مين انت؟ مين انت؟ يا ريت يا ريت الاخوه اللي خرجوا بره البوابه ما حدش يتكلم مع القدام. القدام سامعني؟ الاخ اللي بيتكلم على البوابه يا استاذ يا استاذ انا مش هصلي لك اتفضل انا مش هصلي لك اتفضل يلا اتفضل اتفضل. عرفت انا مش عايز اصلي له ليه؟ فهمتوا؟ شايفين؟ شايفين النوع ده من الناس؟ النوع ده من الناس ما ينفعش يقعد في الكنيسه. امين. الناس اللي جايه بتشك و انا عارف ان دول ضد المسيح، دول مبعوتين جوه الاجتماعات ضد المسيح. مش كل اللي بيبقى في الكنيسه مع المسيح ضد المسيح ملوش مكان في وسطينا. هنا المؤمنين. الروح القدس لما يمنعني اصلي لحد انا ببقى عارفه، عشان كده قلت له انا مش هصلي لك. اللي جواه بان لما اقول انا عارف اللي جواك ايه، يبقى انا عارف اللي جواك ايه. انت لازم تصلي بالدموع عشان ربنا يلمسك. ده هو مش بيهني انا، ده بيهين روح الله. بدل ما يجي ياخد بركه ياخد لعنه. نعم نعم. هللويا هللويا هللويا. نار نار. مين انت؟ مين انت؟ مين انت؟ ها؟ عملت ايه في حياتك؟ دمرتها. الناس ما يوقفوهوش. اسم يسوع المسيح. مين دمرتها؟ ايه اللي انت عملت ايه في زواجها؟ انت جوزها؟ ها؟ دمرتها؟ عملت ايه في زواجها؟ مين دمرتها؟ دمرتها؟ لا ما عملتش حرية. ها؟ ايه؟ اعمال سحريه. اعمال سحريه. ايه مهمتك؟ ايه مهمتك؟ اخليها تموت. عملت ايه لزواجها؟ دمرت وربطت لها الرحم. انتوا ما بتخلفوش؟ قتل اه قتل. انتوا ما مخلفش على فكرة. أنا متجوز من سبعة. بعد ما بتخلفوش متجوز من قد إيه؟ من 2013 شهر سبعة. أنت عارف إن الشياطين ربط الرحم ومنعها؟ أنا ما كنتش مكتشف الكلام ده. الكلام ده اكتشفته لما حصل مشاكل جامدة ما بيننا. يعني أنتوا بقالكوا سبع سنين متجوزين؟ لا أنا بقالي 10 سنين كده. 10 سنين متجوز ما بتخلفش. ما بخلفش. انت مانعها من الخلفه؟ رحت للدكاتره؟ رحت للدكاتره ما فيش فايده. ها؟ حاولت تعمل حقن مجاري؟ لا ما حاولتش بصراحه. ما حاولتش. الشياطين اللي فيها هي اللي رابطه الرحم. لما هي هتتحرر هيبقى ليك ناس. البيت على طول متدمر. ربنا يديك ثلاث اطفال. امين. ثلاث اطفال. امين. مين؟ باسم يسوع المسيح. انت ربطت الرحم يا شيطان؟ انت عملت ايه في شغل جوزها؟ عملت ايه في شغل جوزها؟ انا بامرك اخرج باسم يسوع المسيح ولا تعود. رحم انا بتكلم ليك باسم يسوع المسيح، كن مثمر. امرك اتفتح. شكرا يا يسوع. هي اتحررت. قومي
الرب حط في بطنك ثلاث أطفال. يسوع حرارك. شكرا. أنت هتجيبي ثلاث أطفال. هتجيبي ثلاث أطفال. هتجيبي بنتين وولد. أمين. أمين. هيحصل الحمل السنة دي. أمين. هللويا. باسم يسوع المسيح هلا يا الروح القدس وحدهم يكون الاثنين جسد واحد. باركهم بارك يا رب يكون نسلهم بارك ثمرة الرحم باسم يسوع المسيح. حطي ايدك على الرحم. امين. اتملي بالروح القدس وعيشوا للمسيح. كل ما كان حد بيصلي يقول لي ابعد عنها ابعد عنها او ما تبعدش عنها. الشياطين موجودة في كل مكان. مش الحل ان انت تبعد عن الشقة. الحل ان انت تتملي بالروح القدس فالشياطين تهرب من الشقة. امين. احنا ما نخافش من الشياطين. الشياطين هي اللي تخاف مننا. امين. بقى. لا روح القدس. جوزي وابني وابويا وامي واخواتي. ايه اللي حصل؟ حصل خلافات من شهر 9 ولحد النهارده ما اعرفش عنه اي شيء خالص. بعدين بس وطبعا سايبني وسايب ابنه رجع ولا لسه؟ لا. مين هيرجع؟ منتظر الرب. 10 سنين ما بنخلفش وربنا ما اداناش بسبب ان عندي نقص في الحلويات المنويه. انعدام. اي ما بتخلفوش بقى لكم قد ايه؟ من 2014. من 2014 عملت اشعاعات وتحاليل طلع ان في مشكله عندنا. هي المشكله مش عندك انت، دي مشكله شياطين. المشكله ان انتوا الاثنين عندكم سحر. هي ثالث مره تيجي المؤتمر وانا ثاني مره وخدت الالسنه. هي الفكره مش انك تيجي المؤتمر مره ولا تيجي للمسيح. انت بتيجي تيجي الاجتماعات دي يعني جيت للمسيح. مش اللي هو انا جيت المؤتمر. انتوا بتزهقوا من ربنا بتكرهوا ربنا للدرجه دي؟ جينا المؤتمر مره واثنين وثلاث. انت تيجي تعيش في الكنيسه مش تيجي مؤتمر مره واثنين. امين. اللي بيجي النوع ده من الاجتماعات يعني بيجي للمسيح. أمين. مش أمين. انا جيت للمؤتمر مره واثنين وثلاث. لازم تيجي للمسيح هتنتهي مشاكلك. امين. عايز تيجي المؤتمر مره واثنين وثلاثه تحل مشكلتك وترجع للي انت فيه. انت بتكذب على نفسك. امين. نار نار. هي فيها سحر في الرحم. دي شياطين ربط الرحم باسم يسوع المسيح. لما انتوا تتوبوا هيجي وقت شفائها. لكن احنا جايين عايزين مصلحه من الرب. عايز الرب يعمل لي معجزه وارجع للخطيه. مش هيعمل لك معجزه. امين. لان لو عمل لك معجزه ورجعت للخطيه الشياطين هترجع لك اضعاف انت وبيتك. نار. الروح القدس بيشيل السحر اللي ببطنها. نار. 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 نار روح القدس. نار روح القدس. انا شايف الروح القدس اداكوا عيلين جمال جدا. جمال جدا. بطي. 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 بطي.
اترك. اترك. باسم يسوع المسيح اترك. 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 بطني مشكلة. مين في جاسة؟ مين في جاسة؟ باسم يسوع هات المية. هات المية. باسم يسوع المسيح. فك السحر من على بطنها. باسم يسوع المسيح عرضت هذا الماء. الجسد يتحرر بالكامل بدم يسوع المسيح. مين؟ بطنك شوفي. قومي. قومي. يسوع شفاك. امين. والرب قال لي هيكون ده نبي مرسل ليا ولفوا لي في طوب احمر واداهولك بعد كده وبيقول لي انه هيكون خادم معاك. امين. الحلم بقى حقيقه. شفت الرب حط الزرع في رحمك. امين. امين. انت اللي خلال الشهرين دول هتحملي. امين. الرب هيعمل عمل عجيب معاك. انت مش ضعيف، اتحليت من ضعفك. امين. 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 روحوا اشتروا طقمين لولد وبنت. امين. 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 يسوع بيحبكم. امين. انت استيفانوس هتخدم يسوع انت ومدامتك. امين. امين. هللويا. امين. خليهم في الاخر. مين؟ عندكم ايه؟ لعنة اثار. ورا على الاثار فتلعنتوا؟ لا ما اعرفش هم حضروا حضروا عليها روح شرير عشان يدوروا على الاثار. دي خطيه. وانا ده سحر عهد مع الشيطان. وانا مقيده بالحزن على طول ومش عارفه افرح وعيالي برضو. ادي الطفل ده. ادي بنتك لحد. ادي بنتك لحد. اتحررتي. افرحي بالرب. مش هقدر. مش هقدر. لسه ما جاش وقتكم. تيجوا صايمين بكره. مين؟ وطيبين. وطيبين تصلوا للرب بالدموع. امين. يسوع المسيح انا بأمرك اترك
اسمع يا شيطان، انت بتتكلم بالاكاذيب، انا بأمرك اخاك. يسوع المسيح اشتراها بدمه، ايه مش ملكك. يسوع المسيح اشتراها بدمه. عد لحد ثلاثة، تغادر الجسد وعدم العودة اليها. واحد اثنين ثلاثة. شكرا يا يسوع. باسم يسوع المسيح قومي قومي وكوني مشفية. الشيطان اخرق باسم يسوع المسيح. قومي يسوع حرارك. امين. ما تشكيش. اللي فينا اقوى من الشياطين. امين. يجي يقولوا لك السحر بيتجدد، كذابين. قول لهم السحر بيتجدد. انا بنت الملك. نعم. انا بنت الملك. لما يجي يقولوا لك السحر بيتجدد قول لهم الروح القدس فيا. اكيد. امين. بنت الملك. امين. انت شهادتي؟ عندك ايه يا ماما؟ اوعي. عندك ايه؟ انت بتمشي على ايه؟ على عكاز؟ بس كده. باسم يسوع المسيح كل خشونة، كل ألم في المفاصل، شفي! قومي! امشي باسم يسوع المسيح. امشي ارفع العكاز. هللويا 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 هللويا. هللويا. ادوا المجد ليسوع. هي شفيت، هي مش بتمشي على العكاز. هللويا. حاسه بايه؟ سلام. ما تمسكيش العكاز ده تاني، خلاص ربنا اداكي جوه ركب جديده. هللويا هللويا هللويا. شفيتي خلاص. ايه ده اللي في ايدك ده؟ ايه اللي في ايدك؟ امورك انا سير سنين وقام بس. مزون. ست سنين بيطلع لك الحاجات دي في جسمك. وانت عندك ست سنين. في جسمك كله. الدكاترة قالوا لك ده ايه؟ ها؟ دكتور قال ما عنده قال تاني. مفيش علاج؟ ايه المرض؟ ارفعي رجلك. باسم يسوع المسيح شفي. شفي. الشيطان اخرج اخرج. لا روح قدس، 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 لا روح قدس. باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح اتشفي. شكرا يا يسوع. هي اتشفت، هي اتشفت. قومي يسوع شفاكي. قومي واعلني الشفاء. قولي انا اتشفيت
بص للكاميرا قول لي انا شفيت. حاسه بايه في جسمك؟ الوجع راح؟ الوجع راح؟ خلال 3 شهور مش هتلاقي كل اللي في رجلك ده. امين. كل ده هيروح من جسمك. امين. قولي شكرا يا يسوع. يسوع بيحبك. تقبلي روحه القدس؟ هللويا. قومي اتحررتي. قل له يا يسوع اشفيني. قل له يا يسوع اشفيني. امين. مش انا الشافي. ولما يجي وقت شفائك هيشفيك. حبايبي ربنا يبارككم ويحفظكم. بارح قدس على كل جسد، على كل جسد باسم يسوع المسيح. ماكم جني نماكين هنا ماكي انا سعيد انا سعيد جبيني انا اكتي انا السهيم سهيم مريضة لك بشند لبيا اوري بسن يكتاكا إلا كفينيا يخلع جبرهيرا الزنبهيني أنا الناجا الناجا نايا إيا ما سينا لبا باسم يسوع المسيح نار على كل جسدك. مين أنت؟ مين أنت؟ مين أنت؟ نار نار الروح القدس نار الروح القدس النار الروح القدس من تحت باطه نار الروح القدس على كل جسدك نار. نار روح القدس. نار روح القدس. ابراهيم مين انت؟ مين انت؟ مين انت؟ سيبنا امشي. يا روح الزنا انا بأمرك اخرج. سيبنا امشي. ها؟ سيبنا امشي. سيبك تمشي؟ اه. عايز تمشي تروح فين؟ ألاني. تروح العالم بتاعك؟ فين العالم بتاعك؟ البشر. ها؟ البشر. البشر؟ العالم بتاعك البشر؟ أنت بتسكن البشر؟ ليه بتسكن البشر؟ من اللي بيعملوه. ها؟ من اللي بيعملوه. إيه اللي بيعملوه بيخليك تسكنهم؟ ها؟ إيه اللي بيعملوه بيخليك تسكنهم؟ ها؟ إيه اللي بيعملوك بيخليك تسكنهم؟ ها؟ ما يعرفوش حاجه اسمها ربنا. ما يعرفوش حاجه اسمها ربنا. شر شر. شايفين الشياطين بتدخل فين؟ اللي ما يعرفش الرب. سيبوه ليه. اللي ما يعرفش المسيح يتلعن بالفقر. سيبوه ليه. يتلعن بالمرض. سيبوه ليه. يطلع من مرض يخش في مرض. يتلعن بموت. بالطلاق. بالاوجاع. بالشر. شر بالمال. اه بالدم. بالدم. انت عرفني انا مين؟ عرفني انا مين؟ عارفك من الدور اللي فات. انا مين؟ انا مين؟ ها؟ راجل الله. الشياطين قالت لأبناء سكاوى كده بولس أنا أعرفه ويسوع المسيح أنا أعلمه. الشياطين بتقدر تشوف العلامة على رجال الله باسم يسوع المسيح الناصري. أني نوع من الناس اللي أنت بتسكنه؟ ها؟ الناس البعيدة. الناس البعيدة. سيبوني.
الناس البعيدة. انت فين مملكتك؟ انت قلت فين مملكتك؟ مين اللي ماسكينك؟ هم هم دول مين؟ هم مين اللي بعيد؟ ها؟ مين اللي ماسكينك؟ باسم يسوع المسيح تنزل نار من السماء على كل جسدك. كم عددكم؟ كم عددكم؟ كم عددكم؟ ها؟ كم عددكم؟ كم عددكم؟ براهندي يا لفري إلى السمر هذا. لا كباس سندي هذا يا شند باهندي هذا. لي برهندي لي دربين يا كندي أن نفا. كم عددكم؟ كم عددكم؟ ها؟ كتير. دخلتوا ازاي؟ شر. دخلتوا ازاي؟ شر. ها؟ بيجيب لي الناس عندي. ها؟ بيجيب الناس اللي في العالم عندي. بيجيب الناس اللي في العالم عندك؟ انت بتستخدمه؟ استخدمته في ايه؟ يعني هو بيجيب لك ناس؟ خراب. هو بيدخل الناس مملكة الظلمة؟ ازاي بيدخل الناس مملكة الظلمة؟ اشرح. الشياطين بتستخدم الشاب ده انه يدخل الناس مملكة الظلمة. ازاي بيدخلهم؟ الناس اللي مش عارفة عايشة ليه؟ ايه اللي بيحصل لهم؟ الناس اللي مش عارفة عايشة ليه؟ عايزة تمسك فلوس بس. كل حياتها فلوس شرب. ما يعرفوش يعني ايه ربنا. سيبوني. الشيطان بيقول الحقيقة عشان روح الله بيكبره ويقول الحقيقة. الشياطين بتقول الناس مش انا بسكن الناس اللي عايشة اللي مش عارفة هي عايشة ليه. هنا السؤال، انت عارف انت عايش ليه؟ عايش ليه؟ عشان تاكل وتشرب وتشتغل وتضيع عمرك في جمع المال وتروح من العالم عريان وتبقى كاتب بومبة وتبقى كاتب بومبة. ها؟ واحد ميت هيعيش ليه؟ واحد ميت هيعيش ليه؟ ها؟ اللي في الدنيا يتحب. اللي في الدنيا يتحب. مفيش الله. مفيش الله؟ لا. ها؟ مفيش الله. مفيش الله عند مين؟ عند البشر. عند البشر. وهنا؟ وهنا؟ نفس الناس كلها اللي قاعدة. الناس هنا. نفس الناس اللي قاعدة. نفس الناس اللي كنت كلهم أشرار. ها؟ كلهم أشرار. أشرار؟ قول له يا يسوع المسيح توبني. شايفين الشياطين عارفة الناس الأشرار. بس وجودك هنا حتى لو أنت شرير هيخلصك. لأن يسوع جه الأشرار. الرب قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. عندنا مرض الخطيئة، عندنا شر، بعد عن المسيح. الشياطين بتقول كل الناس اللي هنا أشرار، كل واحد عارف نفسه. يمكن روح الله سمح إن الشياطين تقول الكلام ده علشان أنت تفهم وتوب. توب. توبوا لأن يسوع المسيح معاك مش ضدك. ما تهربش لما تقع في خطية، ما تهربش من الرب، اهرب لحضن الرب. لما تعيش في الخطية الرب فاتح ليك حضنه، ما تهربش منه. تعالى وترمي عليه، ما فوقش منه. قول له خلصني، مد ايدك كده وقول له خلصني يا رب. يا يسوع المسيح قول له خلصني. قول له خلصني. قول له ادخل قلبي. اغسلني بدمك يا يسوع المسيح. اغسلني بدمك يا يسوع. قول له اغسلني بدمك. خلاص ارفع ايدك قول له انا بسلم حياتي ليك يا رب يسوع المسيح. اغفر خطايا. اغسلني من كل خطيه. انا بعترف ان انسان خاطئ. انا محتاج للتوبه. انا محتاج ليك يا يسوع المسيح. يا رب انا برجع ليك من كل قلبي وبعترف بموتك على الصليب ودمك المسفوك من اجل خطاياي. اسكن في قلبي بالروح القدس وطهرني من كل خطيه. انقذني من سلطان الشيطان يا يسوع.
واملك على حياتي الان. اكتب اسمي دلوقتي في سفر الحياة. انا مش عايز اعيش في العالم، انا عايز اعيش في الملكوت. انا عايز ما اروحش الجحيم، عايز اروح السماء باسم يسوع المسيح. امين امين. هللويا. وانت داخل الاجتماع ده شرير وخاطي وغرقان في الخطية، بعد الصلاة دي رب اداك حياة جديدة. هللويا. السماء بتفرح بيك، السماء بتفرح بواحد. احنا كم واحد؟ السماء مزقططة دلوقتي. ها؟ امين. الشيطان تحت الاقدام. الرب قال لانه تعلق بي انجيه ورفعه لانه عرف اسمك. طالما انت تمسكت بالرب تضحك على الشيطان. امين. خليني في صفك. ايه؟ خليني في صفك. خدني عندك. بيسحبوني. عايز تبقى في صف المسيح؟ ها؟ تعالى. تعالى. باسم يسوع المسيح. حرب. الشياطين بتسحبوا للظلمة والملائكة بتسحبوا هنا. باسم يسوع المسيح تعالى هنا للنور. شكرا يا يسوع. هو اتحرر. هو باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح قر. شكرا يا يسوع. شكرا يا رب. مرحب بيك في ارض الاحياء. هللويا. خليني معاك، خليني معاك. العالم بره وحش. عايز ايه؟ عايز ابقى معاك. انت معايا دلوقتي. امين. امين. تعيش للمسيح. امين. خلاص حياتك للرب. امين. تخدمه. امين. امين. اسمك ايه؟ ساندرو. امين. ده شباب بيرجعوا من المخدرات والارواح الشريره. سامويل، انت كان فيك شياطين خطيره. ارمي كل متعلقات الخطيه. دوس عليها. دوس عليها. باسم يسوع المسيح. مين؟ مين؟ امين. حاسس بايه يا سامويل؟ براح. امين. اقبل الروح القدس. اتكلم بلسنه. امين. ورباك سند رباك سند ربا دا ربا شند لبا با 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 ريدا دا 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 سيبو يمتلئ يمتلئ. ريكت ستل انت، انت الحروف. ريكت سبر ايدك سوكو عند انت. سيتي كتي سيكي بكا سبكا كاراتاكا كيتي كتي سيتي كي ريكتا رب سيتي كي بروبا. انت الحروف دي، انت الحروف دي. سيكتي ريكا بسند ربك ريكتي ببوبا سندر سيكتك بارك يا بارك شندر بكي يندر بس. هللويا. انا صليت لك. شفيت خلاص. شفيت. هاتي صورة. صورة هاتي صورة بابا. ماله بابا؟ هاتي المايك هنا. ماله؟ بابا تعبان. بابا تعبان؟ وعايز ايه من يسوع؟ عايز اخففه. عايز تخففه؟ حط ايدك على الصورة. قول له باسم يسوع المسيح اتشفي. باسم يسوع المسيح اتشفي. بابا اتشفى. مين؟ باسم يسوع المسيح نجاح. نجاح. مالها؟ مكسورة. مكسورة؟ مالها قد ايه مكسورة قد ايه؟ أربعة أيام بس. هي وقعت خباقة بسيطة. أربعة أيام؟ أها.
عمالة تتوجع. يسوع يشفيكي؟ باسم يسوع المسيح شفي شفي. شكرا يا يسوع. اعملي كده، حركي ايدك، حركي ايدك. في وجع؟ في وجع؟ في وجع؟ لا. ها؟ لا. مش ايدك مش وجعاكي؟ ها؟ ايوه. ها؟ ايوه. شفت. امين. لا روح القدس على كل جسد. هات لي ميه، ميه. باسم يسوع المسيح ما تصليش. باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح. مش قدامك، مش قدامك. هو قوة حية باسم يسوع المسيح. زوم باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح. نار الروح القدس. مين انت؟ مين انت؟ مين في الجسد؟ مين في الجسد؟ واحد هنا واحد هنا. قلنا بقالي شهور بعلم فيكم. نار نار نار. نار روح القدس. صاب اكادي كابرا كادي نار. نار روح القدس. نار 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 نار. رباشي ديها نفسان ده. نار روح القدس. نار تنزل، نار من السماء. نار نار. هات هات هات. سيبه على الارض. اشرب ليبرهي دي دي بوشكا سيبرهين النناش. بس الشياطين هو جواه سبع شياطين هيبدأوا يظهروا دلوقتي بعنف. راح الناس إن كلابا هسكا. امسك ايده ماشين دي. انا نانا نار. مين انت؟ مين انت؟ مين انت؟ مين انت؟ مين انت؟ عملت ايه في حياته؟ اتكلم. عملت ايه في حياته؟ اتكلم. اتكلم. ولا تعود. حررت. اسمك ايه؟ دردس. صح. حررك. حاسس بيه؟
الروح القدس باسم يسوع المسيح. وقفوا هو اتحرر، هو اتحرر، قوم صح حررك. حاسس بايه؟ راح. ها؟ مين اللي كان بيوقعك؟ مش عارف. مش عارف؟ مين اللي كان بيزقك وبيوقعك؟ مش عارف. ها؟ مش عارف. ها؟ مين اللي كان بيزقك؟ مش عارف؟ أنا كنت بتحرك لوحدك. ها؟ كنت بتحرك لوحدك. كنت بتحرك لوحدك؟ ما كنتش عارف مين اللي بيزقك؟ ها؟ يسوع حررك، انت هتخدم المسيح، امين؟ جال السكر من شهر، جال السكر من شهر، اختفى السكر، امين. حلل، تيجي تشهد. مين انت؟ مين انت؟ اسم يسوع المسيح. اخرج 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 شبرك يا اسم يسوع. بلغي كل سحر. مش عايز حد واقف هنا لو سمحتم. اللي معاهم اولاد واطفال بيبكوا ارجعي بيهم ورا. ارجعي باطفالك ورا. امين. الاطفال ارجعوا ورا. ارجعوا ورا الاطفال. عشان بيعملوا دوشه. رجعوهم ورا. نار. امر باسم يسوع المسيح تنزل نار من السماء على كل جسد. نار على كل جسد. عملت ايه بزواجه؟ عملت ايه بزواجه؟ يا ابني
عملت ايه زواجه وكل عملت ايه زواجه اخلق ولا تعود. شكرا يا يسوع، كن حر باسم يسوع المسيح. انت مراته، ادي الطفل ده لحد. قوم يسوع حرارك، قوم باسم يسوع المسيح وكن مشفي. يسوع حرارك. ايه تقول؟ ايه بالي؟ انا من 2006 كان عندي كانسر والرب شفاني من 14 سنة، وانا بلف على الدكاترة بعد الكانسر. فضلت الف على اكتر من 5-6 محافظات. مهما لو لفيت على الملايين من الدكاترة، الام في البطن. حاسس بايه دلوقتي؟ انا حاسس براحة بس في قبضة. اخرج روح قدس، بأمر باسم يسوع المسيح تنزل نار من السماء على كل جسدك، نار على كل جسدك، نار على كل جسدك، نار باسم يسوع المسيح العظيم. باسم يسوع المسيح العظيم نار. عملت ايه في حياته؟ كلم. عملت ايه في حياته؟ ايه الامراض اللي انت سببتها له؟ ايه الامراض اللي انت سببتها له؟ ها؟ ايه الامراض اللي انت سببتها له؟ ها؟ شوال. مش هتقول؟ نار الروح القدس. نار الروح القدس. نار الروح القدس. باسم يسوع المسيح انا بأمرك. اخرج. 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 بلغي كل سحر. بلغي كل عمل شيطاني. بلغي كل العناد باسم يسوع المسيح. عد لحد ثلاثة، وفي العدة الثالثة تغير الجسد ولا تعود. ويشفى من كل أمراضه. 1-2-3. شكرا يا يسوع. قوم انت اتشفيت. كل الأمراض اللي في جسمك يسوع شالها. أمين. حاسس بإيه؟ المايك هنا، المايك ركز، ما تتمشي. أنت بس المايك بس تسرحش وتقعد تتكلم مع ده ومع ده. حاسس بإيه؟ حاسس براحة. أمين. أمين. اتشفيت. روح اعمل اشعه وتحاليل، كل اللي في جسمك راح خلاص. اشكر ربنا. امين. نفسك تعال باسم يسوع، تعمد بالروح القدس. ادرس كلمه الله انت وزوجتك، عشان بيتكم هيكون كنيسه وهتخدموا الرب. امين. امين. تصلي من اجل حماتي. اغفروا لها. امين. حربنا مش مع بشر، حربنا روحية. مين انت؟ مين انت؟ ابليس لك ومنك انت. ها؟ انا ابليس لك ومنك انت. انت ابليس الاقوى مني؟ ممكن نضحك ضحكة بصوت عالي؟ اقوى منك. هو بيقول لي ابليس اقوى منك. انت اقوى مني؟ طب سيبوه، خلينا نشوف قوته. يا ده انت قوي جدا. ابليس عباره عن كلام وخلاص. بيقول انا ابليس الاقوى منك. اخليك تبوس رجلي؟ يلا بوس رجلي. ها؟ بوس رجلي. مش هي دي، مش هي. عشان الشياطين تتعلم ازاي تتكلم مع رجال الله. رجل الله الحقيقي له سلطان في السماء وعلى الارض. وقفوها. تعال ورايا سيبيه، انا خليك سيبيه زميل، ده تأديب للشياطين. تعال ورايا يا ساحر على ركبك. تعال ورايا باسم يسوع المسيح على ركبك. تعال هنا على ركبك. تعال هنا. امسك المايك معايا.
تعالى هنا. اسحب على ركبك تعالى ورايا. انا بمشي معاك. بمشي معاك. ها؟ مش واطي بتاعي. مش واطي بتاعي. وقفوها وقفوها. انا بحبسك في الهوية. ارتكبت اكبر خطأ قتلك شعبي باسم يسوع المسيح وقك. هي اتحررت. قومي وكوني صحيحة. قومي. شفيتي. هللويا. الشياطين مشيت. الشياطين مشيت. يسوع بيحبك. امين امين امين. كان عندها ايدز اتشافيتي. امين. ما جيتيش شهادتي ليه؟ امتى؟ شهادة امتى؟ اتركي التدخين ده من الشيطان. اتركي التدخين والمخدرات. سامعة؟ امين؟ امين. لو دخنتي وشربتي حاجات تانية هترجع لك الشياطين. معنى ان احنا تخرج من الشياطين. اوعى ترجع للي انت كنت فيه. بتدكن تسيب التدخين. في ضعفات وفي خطايا تسيبها. يلا اتحرك على البوابه. خدوهم بالراحه. اتحركوا بهدوء. انا بشكر الرب الناس الملتزمه. ربنا هيباركها. سيبولي. سيبه سيبه سيبه. مش بالقوه. الجسد ده مش هيكل ليك. اخرج. اكرم ولا تعود. شكرا يا يسوع. هو اتحرك. مريضه اوه صح قرارك. مريضه وكنت عايز اصلي. دي انا عندها ميكروب سبح وانا عندي غدروس وكوليسترول في الدم. قولي شكرا بالايمان. خدي بالايمان. اطلع كده معلش. اطلع يا بابا. بنات بنات. ايه انت بتعمله؟ يلا يلا حطه هنا. تقيأ كل سحر في معدته. يلا يلا. اسم يسوع المسيح تشبي. تحركي. تحركي. قلنا ما حدش يتكلم معايا بليز من فضلكم. ايدك على رحمي. اتحركتي. 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 بأمرك باسم يسوع يا روح الانتحار والموت والجنون باسم يسوع المسيح وامشي. محدش يجي من هنا. كل ده يرجع على كراسيه. انا بصلي للي هنا مش اللي جايين من ورا. انا هصلي للي في الكراسي. خليكم بنظام عشان ما اتعبش منكم
وتلاقوني سبت الاجتماع. طول ما احنا هادين انا مش هستنزف. ما تستنزفوش طاقتي. ما بيسمعش بلد ايه؟ ها؟ من ساعة ما اتولد. قولي له يسوع المسيح. يسوع المسيح. افتح ودانه يا رب. افتح ودانه. باسم يسوع المسيح. شبكي. اسمك ايه؟ سامع؟ كلمين؟ جرجس. 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 حديثة قبل نوع. مين اتحررتش؟ ناري القدس. ناري القدس. ناري القدس. براندا مين ماشيني انا. باسم يسوع المسيح. باسم يسوع المسيح. باسم يسوع المسيح. باسم يسوع المسيح. مين اتحررتي؟ امسك ابنها. امسك ابنها. ولد. امسك ابنها. امسك ابنها اللي هناك. روح هات ابنك. شفي. مين؟ اتحررتي. خلاص حضرتي. روح القدس. انت حضرتي. يسوع حررك. هاي حررت. هلا صلي له خلاص لمسة واحدة. شفي
يلا اتفضل، انا صليت لك، اتفضل. يلا نلمسه على الباب. اسم يسوع المسيح. انا قلت روح للدكتور. كن حر وانحررت. باسم يسوع المسيح فتح ليك باب الارتباط. من امين. كان معمول لك سحر ان انت ما ترتبطيش، السنه دي هترتبطي. امين. يسوع بيحبك. امين. انا وجوزي متبهدله ليها 6 سنين. عندك اطفال؟ اه طفلين. انا شايف، تعالوا كده وفي، انا شايف ان في مشاكل في شغلك كبيره جدا. كنت ناجح نجاح غير عادي. و شايف ان في فشل في الشغل. حقيقي. بعد النجاح. حقيقي. بعد ما كنت في القمه دلوقتي بقيت في القاع. حقيقي. صح اللي انا بقوله؟ الفلوس ما فيهاش بركه. فعلا. كل ما بتدخل في شغل بيبوظ. بيبوظ. ما فيش شغل بينجح زي الاول. فعلا. انت بتشتغل ايه؟ تاجر ملابس. انت سلبت الرب. امين. اللي بيحصل لك ده، انا شايف الاكل بياكل شقاك. في حد عمل لك سحر بسبب انك مش بتطيع الرب. ربنا سمح بده عشان مش بتطيعه. والسحر ان حد ياكل شقاك، ان انت تتعب وتشقى لكن شقاك بيروح لغيرك. اوكي، صح اللي انا بقوله؟ ولانك ما بتدفعش عشورك للرب. الرب قال كده، هاتوا جميع العشور الى الخزانه وجربوني ان كنت لافتح لكم قوى السماء وافيض عليكم بركه حتى لا توسع، وانتهر من اجلكم الاكل حتى لا يفسد ثمر ارضكم. ثمر شغلك وثمر تعبك بيفسده العدو، لانك مش بتدي عشورك للرب وبعدت عن الرب. بس الرب سمح بكده عشان ترجع له. والتعب يا شيخ. ها؟ والتعب. تعب جسدي. تعب جسدي. بسبب ان انت بعيد عن الرب، انا شايف فيه لعنات. لعنات بالامراض ولعنات بالفقر بعد ما كنت في القمه. انا ممكن الانسان لو بنى نجاحاته ووصل للاعلى، وصل لقمه الغنى بدون اساس يسوع المسيح، ده نجاح مؤقت. حتما دلوقتي او بعدين هيحصل فشل. يعني هيحصل فشل. ابني نجاحاتك على اساس الانجيل وكلام الله. امين. انا بتنبع على حياتك خلال ال3 سنين. امين. انا شايف فيه غنى غير عادي، بس كن غني لله. امين. والخدمة الله. امين. باسم يسوع المسيح انا بامر
باستعادة واسترداد المسلوب. امين. يسوع بيحبك، يسوع غفر خطاياك. امين. انضم للكنيسة هنا وكون جزء من انجيل المسيح وانت هتشوف الارتفاع. مهم جدا تنضم لكنيسة حية وتدفع عشورك في الكنيسة الحية عشان تتأكد ان السماء اتفتحت على حياتك، لان الكنيسة الحية هي اللي هتحارب من اجلك، هي اللي هتصلي من اجلك، تبقى انت في شغلك في امان. ليه؟ لان في كنيسة حية بتصلي لك، بتيجي كل اجتماع تتفحص، لو في سحر ولا ارواح شريرة تتكسر تتبدد. هتضمن النجاح؟ ما تضمن فيش. النجاح بيبدأ في العالم الروحي. امين. تأكد الاول ان انت مع الرب. الرب قال لا تكنزوا كنوز على الارض حيث يفسدها السوس والصدى، بل اكنزوا لكم كنوز في السماء. الكنز الحقيقي انك الكنز في السماء ازاي؟ من العطاء. كل ما بدي الرب كل ما بكنز كنوز، دي ما بتفسدش، هو ده الاستثمار الحقيقي. امين. مغبوط هو العطاء اكثر من الاجز باسم يسوع المسيح. امين. ربنا يبارككم. مين اتحررت؟ حررتي خلاص. عنده ايه؟ عندك ايه؟ انا دي 12 سنه 12 سنه متجوزين لسه ما رسش ربنا وتصرفت كل ما عندكمش اطفال؟ لا. مالك كم سنه ما عندكش اطفال؟ بقى 12 سنه 12 سنه؟ باسم يسوع المسيح اخرج منه، اخرج منه، اخرج. نار. باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح تنزل نار من السماء، نار على كل جسدك. نار. نار القدس. وقفوا. نار القدس. امسكوه من تحت بعضه. مأمرك باسم يسوع المسيح. سيبه. هو اتحرر. عندك ايه يا بابا؟ عمليات في ورك. عمليات في ورك؟ عملت ايه في وركك؟ تعالى هنا. عند عمليتين. ايه؟ عند عمليتين. عنده ايه؟ اقبل الشفاء من ايد يسوع. امين. قل له شكرا يا رب.
يلا اللي يتلمس يتحرك. هاتي المايه دي اشربيها مش هيحصل كده تاني. مين؟ خلاص انا صليت، محدش يتكلم معايا، لسه ما خدتيش كل، لسه ما جاش وقتكم، صوموا وصلوا الاول لحد ما يجي الوقت. عزباك مش هي دي، الشياطين اللي معذباك. انا ميزت ده صوت الشيطان من صوتها. لما هي قالت لي هو ما عندهوش عدم غفران، مش هي اللي اتكلمت. تيجي تقول لا، هي سابت نفسها وبدينك، ده روح شرير مش هي. نعم، اللي كلمك ده، اللي اتكلم وقال ما عندكش عدم غفران، هخليه يتكلم دلوقتي. باسم يسوع المسيح نار، باسم يسوع المسيح نار، باسم يسوع المسيح. شكرا يا يسوع، اتحرر. امي حررتي. حاسه بايه؟ حاسه بايه؟ حاجه ثقيله على صدري. ها؟ من بدري محيط ما صليت لي حاجه ثقيله على صدري. دلوقتي خفيفه؟ اتحررتي. نشكر ربنا، نشكر يسوع، نشكر. نعم روح القدس، نعم. وقفوها. ما روح القدس. مين انت؟ هفصلهم عن بعض، هفصلهم عن بعض.
هتفصل مين عن بعض؟ هفصلهم عن بعض. مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ هفصلهم عن بعض. مراتي. مراتك؟ مين ده؟ مين ده؟ هفصلهم عن بعض، مش هيكملوا. مش هيكملوا؟ انت مين؟ مش هيكمل. انت مين؟ انت مين؟ كلم. انت مين؟ ها؟ شرد. ها؟ سيبوني. انت مين؟ سيبوني. مش هترد؟ تنزل نار من السماء. تنزل نار من السماء. تنزل نار. نار. نار الروح القدس. مراتك دي كلت حياتك جحيم. اسمع، مش هي. طول ما الشياطين في الزوجة البيت يبقى نار. الشياطين في الزوج البيت يبقى نار، يبقى مفيش سلام. مش هي دي الشياطين. هي ما كانتش، انت عمرك ما كنت تتخيل ان فيها شياطين، صح؟ ما كنتش تعرف ان فيها شياطين. اللي بيضطهدك في البيت مش زوجتك، زوجتك دي حبيبتك، لكن الشيطان اللي فيها هو اللي ضدك. اعلنت هننفصل لما جت لهم كذا كذا مره، قالت هننفصل. مش هي دي الشياطين. انت عايز تفصلهم يا شيطان؟ ها؟ لا. اسمع، ما جمعها الله لا يفرقه ولا انسان ولا شيطان. الزواج ده ملك الرب، مش هيكملوا، وانت مالكش مكان في وسطهم. ايه مهمتك؟ هدمرهم وافصلهم عن بعض. مالك قد ايه فيها؟ مالك قد ايه فيها؟ من يوم ما اتجوزت. ها؟ من يوم ما اتجوزت. طب كده اتحركي. ها؟ من يوم ما اتجوزت. من يوم ما اتجوزت؟ ليله العرس؟ ايوه. دخلتها ليله العرس؟ عارفين ليه الشياطين بتدخل الناس ليله العرس؟ ليله الاكليل. الاكليل ده بيتعمل في الكنائس. لو الروح القدس محلش الشياطين تحل. مش كل قسيس يعمل الاكليل بيحل فيه الروح القدس. عشان كده انا بخرج مئات الالاف من الشياطين من مئات الناس دخلت ليله الاكليل، لان المفروض الزواج المسيحي بيحل فيه الروح القدس. لو الزواج مسيحي مزيف بيحل فيه روح شرير. انت دخلتها ليله الدوكله، ليله العرس. ازاي دخلتها ليله العرس؟ ازاي دخلتها ليله العرس؟ ها؟ سحر. سحر. ايوه. كم عددكم؟ ايوه. اسمك ايه؟ كتير. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ انت متجوز بقالك قد ايه؟ بقالك 3 سنين. اسمع يا شيطان، مهمتك انتهت. مفيش انفصال، انا بربطهم ببعض. هما الاثنين جسد واحد، وانت مالكش مكان. اقرب باسم يسوع المسيح، خلاص مشكلتك اتحلت. مين؟ قومي قومي. مشكلتك اتحلت. دي مراتك دلوقتي، خدها في حضنك. خد مراتك في حضنك دلوقتي. دي مراتك. انسى الخلافات، الشيطان كان وسطكم. ايها الاب السماوي، بشكرك، قدس هذا الزواج يا رب، ليكن هذا الزواج ده دلوقتي اكليل حقيقي. قدس هذا الزواج، ليكن هذا الزواج مكرم عندك والمضجع غير نجس، ليكن الاثنان جسد واحد في المسيح. امين. هللويا. حاسه بايه؟ مبسوطه. ها؟ مبسوطه. مبسوطه؟ انت بتترعشي من الفرح؟ في فرح مش طبيعي؟ دي لحظة الخلاص، دي بتبقى لا توصف. الانسان بيشعر شعور لا لانه اللحظة دي هي اتنقلت من الضلمة للنور. الضلمة والنور ده شيء داخلي. اشكرك يا رب. انت اتنقلت من الضلمة للنور. دلوقتي انت اتولدتي ولادة جديدة. خدتي حياة جديدة. شكرك يا رب. أمين. يسوع بيحبك، أنت هتكوني خادمة يسوع. أمين. أمين. هللويا. أمين. يسوع بيحبكم. هي اتحررت، البيت كله اتحرر. أمين. أوعى تفكرها باللي حصل، عشان إبليس ما يستخدمش ده ضدك. أمين. السحر والشياطين بتدخل للناس، والناس مش محدش ليه ذنب في ده. امين. البعد عن كلمه الله يعني فيك شياطين على طول. امين. انت هي اتحررت، انت اتحررت. امين. مش هي بس اللي فيها شياطين، انت كمان كان فيك شياطين.
لما هي اتحررت انت اتحررت، لان انتوا الاثنين مرتبطين ببعض. امين. عيشوا المسيح. هللويا. شفى. لما انت اتشفيتي هو اتشفى. هو خلال ايام واسابيع كل ده يروح من جسمه. امين. وهتيجي تشهدي. صوري كل ده وجمعي الاشعه عشان لما يختفي هتيجي تشهدي. مالك يا ماما؟ مالك؟ مشلل. ها؟ مشلل. رجلك؟ مالها رجلك؟ رجله وايديها برضه. ارفع ده، اقف جنبها وارفع. باسم يسوع المسيح شوف. باسم يسوع المسيح قومي. باسم يسوع المسيح وامشي. امشي. 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 امشي باسم يسوع المسيح. هللويا. هللويا. روح اديهم للخدام. حطيهم للتبرع للخدام. هللويا. ادوا المجد ليسوع. هللويا. العرج يمشون. انت اتحررت خلاص. ارجع للمسيح. ارجع للمسيح عشان يبقى فيه بركة. ما بتخلفوش. بس لي 8 سنين على الحالة دي. معمول لها سحر و باسم يسوع المسيح عشق ولا تعود. تحررتي. تحررتي. إلا المسه يتحرك. بس سيبيه. جيب الكادر كله. ماما خلاص ما ينفعش تمشي ورايا كده. خلاص. يلا لا صلي له يتحرك. يلا صلي له يتحرك في هدوء. نار القدس. نار. مالك قد ايه فيها؟ ده
دمرتها وقفت جوازها ودمرتها من كل حاجه، كل حاجه بتحط ايديها فيها بخرب عليها. كم عددكم؟ كم عددكم؟ انت مين؟ انت مين؟ شو هقول لك؟ تنزل النار من السماء باسم يسوع المسيح. تنزل النار من السماء. تايب ولسه ما جاش وقتك. لازم يبقى عندك ايمان تيجي لحد ما تتحرر، حد ما يجي وقت افتقادك. الشياطين حقيقية. المشاهدين في بس شباب بس شباب المشاهدين اللي بيشوفونا حول العالم، زي ما يسوع المسيح بيشفيها وبيحررها، يسوع المسيح حي. بأمرك، بأمر كل أرواح شريرة في حياتك، أخرج الشيطان. أنا اتحررت باسم يسوع المسيح. مين أنت؟ مين أنت؟ مين أنت؟ عملت إيه في زواجها؟ عملت إيه في زواجها؟ ها؟ عملت إيه في زواجها؟ كلم. عملت إيه في زواجها؟ وقفوها. حد يجي تاني من الخادمات من ورا، من ورا باسم يسوع المسيح. تعرف نار. ايه مهمتك؟ مين انت؟ مين انت؟ عملت ايه في حياتك؟ عملت ايه في سواقها؟ عملت ايه في الخلفة؟ ها؟ عملت ايه في الخلفة؟ عملت ايه في الخلفة؟ باسم يسوع المسيح. انت اتكلمت بالاكاذيب. اتلك شعبي، اتلك شعبي، اترك ولا تعود. شكرا يا يسوع، حررتي. قوم، يسوع بيحبك. قوم وقفي، يسوع بيحبك. الارواح الطلاق مشيت، الارواح دي كانت هتموت ابنك. حد عامل لك زع، كل المرض اللي في جسمك مشي. انت كان عندك ايه امراض؟ ظهري كان وجعني. حاسه بوجع؟ وقفت وكنت في وجع. مين انت؟ مين انت؟ كل خش فيا. ده في زوم يا ابني انت وهو. تعبتوني. ولا تعود. اسم يسوع المسيح. مين انت؟ مين انت؟ مين انت؟ تقبل يسوع المسيح شافي؟ تقبل يسوع شافي؟ له مره واحده يتحرك. مفيش عمليات باسم يسوع. خلاص اللي لمسك اتحرر. لمسه واحده مش فيها يسوع. لا روح القدس.
هات المايك. وقفي وانزلوا. اللي فوق محدش يقعد فوق. باسم يسوع المسيح. مين انت؟ مين انت؟ ها؟ سحر؟ مالك قد ايه بيها؟ مالك قد ايه بيها؟ مالك قد ايه بيها؟ مالك قد ايه فيها؟ عملت ايه في زواجها؟ ايه مهمتك؟ ايه مهمتك؟ Who are you؟ هي حبشية؟ Who are you؟ Who are you؟ Speak out. Who are you؟ Who are you؟ Speak out. I command you out in Jesus' name. Out. I prophesy. Amen. حط المايك. عملت كم مرة عملية؟ عمليات ايه؟ عمليات سرطان. سرطان. ايوه. يا رب. حاسة بإيه في الداخل؟ حاسة بإيه جواكي؟ أنت حاسة فرحان. فرحانة. السرطان مشي. أنت اتشفيتي. ثانك يو. الأشعة دي احتفظي بيها عشان هتعملي أشعة تاني وتيجي تشهدي. أيوه. يسوع شفاك. أنت من الحبشة؟ إريتريا. يسوع بيحبك. دي ما تشوف. مسجون؟ أيوة. اتسجن ليه؟ يعني ما تفلت الفلوس. ما دفعش فلوس؟ أيوه حاسة في هي في بحر قاعدة. الرب أرسل ملاكه. هي حاسة قاعدة. خلال شهر ستة هيخرج. أمين. أمين. خلال شهر ستة هيخرج من السجن. الرب أرسل ملاكه وسمع صلاتك. مظلوم؟ مظلوم؟ هي في البحر. اسمعي، ابنك مظلوم اللي في السجن ده. هي كان عايز يمشي بالبحر. وهم مسكوه. هيطلقوه. وتيجوا عشان تتحرروا. بس احنا مش عايشين هنا. تابعوا معانا على زوم وانضموا للكنيسة. عشان التحرير ده هيحصل تدريجيا من خلال الإيمان والالتصاق بالرب. أمين؟ روح القدس. ما روح القدس. ما روح القدس. مين انت؟ مين انت؟ شنا. مين انت؟ شنا. مين انت؟ مين انت؟ ثلاث سنين وفينه؟ في الأردن. في الأردن؟ سايبها مشان ما يسأل عليها خالص. هيسأل عليك. يا رب. الشياطين اللي فيكي والسحر هو اللي بعده. السنة دي جوزك هيرجع لك. أمين. لما الشيطان يخرج من بين الازواج، الشيطان لما يخرج خلاص اتحلت المشاكل. ابليس هو اللي ورا كل مشكله. لما تحصل لك مشاكل تيجي للرب تصلي. اي مشاكل في حياتك وراها الظلمه والارواح النجسه. امين. يسوع بيحبك. ما يحس بنار هنا يا حضره القسيس.